سألت سؤال، هذا السؤال يا أما هو اقتصادي سياسي وراء يعني أشياء خفية ما نعرفها. ليش اليوم بالدستور موجود، يعني موجود كل شيء بالدستور مكتوب ومطبق، ما أعرف أني البعض يقول مطبق والبعض يقول ما مطبق، ليش اليوم أكو إغلاق للمطاعم للحفلات للنوادي الليلية؟ هل هو بدافع سياسي أم بدافع اقتصادي أم بدافع مرضي نعم، صحي؟ هسه الاغلاق، خلينا نفتهم بالاغلاق، خلينا نبدي بالعكس نشير. هل اكو اجازات لمطاعم؟ الجواب نعم. هل اكو اجازات لنوادي ليليه؟ هذا شكل اخر. انا اعتقد من حيث المبدا نعم. ها النوادي الليلية عفوا نقصد بها الملاهي، يعني نسميها ملاهي، ملاهي السهر، انا افترض موجوده بس خاضعه لضوابط معينه. نعم الى هذا الحد شيء طبيعي بالعالم كله اكو، ها، طالما انه هم محترمين الضوابط مفروض ان تحمى من قبل الدوله. هسه الان من يجي الاغلاق، هسه اغلاق لغرض صحي مقبوله، اغلاق انه لنادي او لمطعم يتجاوز على القانون ويسوي اشياء ما غير مشروعه او غير قانونيه، ام يبيع مثلا شنو الاشياء الغير قانونيه مثلا حتى يبيع يعرفها. شيء مثلا المطعم مفروض يقدم مشروب لما يقدم مشروب مثلا، ها؟ اكو مطاعم عنده اجازه واكو مطاعم ما عنده اجازه. نعم هذا اللي ما عنده اجازه يقدم، هذا اللي يسوي غير شيء معين، يبقى مفتوح خارج ساعات معينه مثلا، المفروض يغلق يتمدد، يصير يسوي ضوضاء حفلات مثلا بها في الضوضاء، فشيء يمكن قد ياثر على سكان جيران الناس. سكان، هاي قضايا من القبيل. الملاهي بها شيء اخر، الملا ناس مغنيه براقص خوش، هذا ملهي معين، لكن اما تصيب ممارسات اخرى تخرج عن هذا الحدود هذا موضوع اخر. زين اذا عنده اجازه، هسه انا اقول هذه، طيب فهمني، قلنا اجازه والاجازه بها شروط، طيب والملهى اللي يمارس فوق اجازه وشروط المفروض يحظى بحمايه الدوله، لشان اي نشاط اخر. فاذا عمليه الاغلاق تتم بضمن هذه الامور، يعني تجاوز والدخول في امور غير مجازه. اما انه انت تدري جهه معينه ما ترتاح ما تحب تضغط عليها تهدده تريد تغلقه كنشاط، ما يحبون الغنى ما يحبون الرقص، هذا خوش اكو ناس تحب اكو ناس ما تحب، انا احترم حقهم ان ما يحبون الغنى، انا احترم حقهم، ها، وكلهم كل قناعاته حرام، ها، اساس هم برايهم انا احترمها، ما عندي مشكله بها، بس اكو اخرين عندهم مقتنع معتقدات اخرى. طالما انه ذولا اللي عندهم معتقدات اخرى اللي يسووه بدون الاضرار بالاخرين وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين لازم تحترم. موجود بالدستور؟ الدستور يقول على حقوق المواطنين وحقوق احتراماتهم وتنوعهم، مواطنين متنوعين يعني فكريا ثقافيا. ما تعتبر هذا فسق وفجور؟ لا، الفسق والفجور له معنى، انا ما اعتقد حتى يعني اللي يغني فسق وفجور، وين اكو شيء؟ لا، هذا فن. وحتى الرقص ما عدا الرقص المبتذل، خلينا نقول اذا ارادنا، ها، هذا الرقص ايضا فن رقص، يعني اهم من فن رقص. اما الفسق والفجور عندما يصير شيء اخر. ممكن ان يصيب بعض الملاهي تجاوز الامور، وهذا معناه يتجاوز على القانون، مو لانه فسق وفجور بس، لانه يتجاوز على القانون. يدخل هذا من ضمن الفساد المالي لتقاضي الرشوه؟ او هو هذا الفساد؟ لا هو شنو؟ لا لا، مثلا اليوم ابتزاز قصدك؟ ابتزاز، آه. انا اقوله يعني يدخل فساد رشوه، احكي لي على الابتزاز. لا هو هذا اللي يصير موجود؟ انا اعتقد موجود طبعا. يوصلك؟ يعني تسمع اخبارك؟ اي طبعا، يعني هاي المحلات، انا اجي من المفارقه. اي نعم. احنا بلد يعني متمسك اسلاميا ودينيا. اليوم اكو محلات بما فيها ملاهي سميها، وحتى محلات بيع خمور، يعني ما انا من حيث المبدا هذا حق يسووه، لان الدستور يبي، يعني الى حق المواطن، اكو مواطن مسيحيين، اكو مواطن يهودي. نعم. لكن اكو محلات اليوم أكثر من أي فترة مرت بتاريخ العراق اليوم. وهؤلاء هم تجي خوش، احنا يعني كل شيء مجاز ما يخالف، بس مو مرات يخرج عن الحدود. شنو بنفسر من تجي تبحث هذول شلون يقدرون يمارسون؟ وفي الوقت نفسه اكو من يتهمون بالفجور، يتهمون بالكذا، زين شلون هذول يمارسون وما شاء الله كثيرة، قسم منهم يتعرضون للابتزاز. زين أقدر أسألك سؤال على طاري الابتزاز، عفوا سيد رائد، تتوقع اليوم اكو جهات تروح عليهم وتبتزهم ب 1000 دولار ولا ب 2000 دولار وخليك مفتح؟
واذا ما تدفع لي هاي الالف دولار والالفين دولار اغلقك. يعني انا اعتقد هذه نعم اكو طبعا اكو لهم يعني اكو ابتزاز لاي شيء مختلف مو بس الذولة يعني مو بس الذولة يعني ما عديش اكو بالبلد اكو مشكله سياده قانون. البلد اليوم ما ينقصه هو انفاذ القانون. ومن ليش ما يقدرون ينفذون قانون؟ لان اكو مساحات من الحياه الاجتماعيه من الحياه الاقتصاديه من مناطق معينه مو هي الدوله الماسكه الامور. اكو جماعات يمتلكون ما يمتلكون من السطوه ويخضعون للمحلات للانشطه الاقتصاديه الى كذا اشكال مختلفه من الابتزاز. انت تروح اليوم تحاول تبني بيت في منطقه او عندك قاع وتبنيه في منطقه معينه. واذا تفاجئ انه بالمنطقه اكو جماعه تجيك لا انت ما تبني الا تعطيني كذا مبلغ، يعني ليش اعطيك كذا مبلغ؟ لا هذا انا مسيطر عليه، لازم موافقه مني اني اجي تبني. منو انت؟ ها؟ منو أنت؟ مجموعة معينة تمتلك سطوة ربما على سلاح وقد تكون متواطئة مع جهات معينة. لأنه اكو تقول لي الدولة ما تقدر تفرض هيبتها، لا ما تقدر.